مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة واللي هنتابعها معاكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها وفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وبتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عدد من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين. بتستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، مع تيسير جميع إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات، وبيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وبتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنف من السلع.